في عادة السوق الفرنساوية ب 35% مقارنة ب 2011 فإنه النقص ما زاد ب 33%، يعني هذه أكثر سوق اللي النمط نتاعها ما هواش مرض. وإحنا وهذه ولأهمية السوق هذه، يعني أول سوق عندنا معناتها كان مخطط عمل ولا زال ولتدارك هذا الوضع وتعريف أكثر بالوضع السياحي في تونس والموسم السياحي. ونحن حسب الحجوزات للشهر أوت وسبتمبر يمكن باش نقلصوا من هالنقص اللي ما زلنا نلاحظوه على السوق الفرنساوي. بالنسبة للحجوزات لفترة الصيف وهي تمثل 40%، معناتها 3 أشهر نتاع جويلية أوت سبتمبر هما 40%، باش تبدا عندكم فكرة 6 أشهر الأولانيين من جانفي لجوان يمثلوا 40%، 3 أشهر نتاع الصيف يمثلوا 40%، والمؤخر الموسم يعني أكتوبر نوفمبر وديسمبر يمثلوا 20%. هذا هي نجم نقول نمط نتاع السياحة نتاعنا في السنوات. فإن نسبة الحجوزات هي مرضية جدا. اليوم شهر جويلية قربنا لل 85%، شهر أوت واللي مازال وينجم يزيد يتحسن باللاست مينوت في المعدل نتاع 68% ينجم يزيد يتحسن، وشهر سبتمبر في معدل 60%. يعني هذا الكل ينجم يعطينا خلينا مطمئنين اللي معدل الاشغال حسب المعطيات اللي عندنا مش يكون في حوالي 75% قابل للتحسين، مع العلم انه في 2010 كان 80%. يعني هذا نقص باش يكون بين ال 5 و 10% على فصل الصيف وقت اللي احنا عملنا نقص ب 15%. هذا كله يخلينا مطمئنين اللي ان شاء الله نكونوا رجعنا السياحه التونسيه ولا قربناها ل 2010. ويزلوا توا نخدموا على شهر سبتمبر اكتوبر نوفمبر وديسمبر، وكل الجهود اليوم في التنسيق بين الوزارات مع وزارة النقل بالنسبة للنقل الجوي الداخلية والبيئة من ناحية الأمن من ناحية التنظيف مع الولايات مع وزارة الثقافة للتنشيط مع وزارة الشؤون الاجتماعية، لأنه لا تزال هناك بعض المشاكل الاجتماعية وبعض الكراب أما قليل ياسر. ومع المهنيين تنسيق كلي نحاولوا باش نفهموا الوضع ونحسنوه ونسقوا في التحرك بين الخاص والعام من نزل وكالة أسفار وأدلة ومن جهة أخرى العمل على مزيد التنسيق في الاعلام ومزيد مراقبه الاعلام، مش المراقبه تاع قبل، المراقبه تاع اللي طلع علينا ماهوش صحيح، لازمنا نصلحوها. ونظرا لاهميه هذا الموسم لرمزيته ولانه نجاح الموسم السياحي هو باش يروج للموسم اللي بعده، لأن الأرقام الإيجابية تجيب الأرقام وتطمن لما بعد، وتطمن مش كان السياحة، تطمن على جميع الأصعدة وبما فيها المستثمرين في القطاعات الأخرى. وذلك علاش مازالت عندنا عدة تحديات نعمل عليها، مثل أن يغادر السائح النزل، لأنه لاحظنا اللي بالرغم من نسبة الإشغال الكبيرة اللي فما نقص في مغادرة السائح للنزل، يعني مازال فما شوية فوق، السائح ما يخرجش وهذايا عنده أثر، لأن السياحة ماهيش كالنزل، السياحة هي تشغل الرحلات وتشغل الصناعات التقليدية وتشغل المطاعم وتشغل الوحدات التنشيط، وهالنقص هذا اللي لاحظناه احنا نحاولوا اليوم نفهموه
ونعمله باش يخرجوا اكثر السواح، لانه ما فماش علاش السائح اليوم يقعد في وسط الخيل. البلاد نتاعنا امنه ونشيطه، وان شاء الله هو في حد ذاته روح وتنشيط. لذلك علاش نحاولوا نعملوا لكي يغادر السائح المزري. مهرجانات نتاعنا كلها منطلقه، استنبطنا عده مهرجانات، عده يعني تظاهرات ثقافيه. العمل على تنظيف الشواطئ والمدن العتيقه، احنا بدينا من شهر ماي، اما صار تاخير كبير. حاولوا نلحقوه، اما خاصه في تنظيف الشواطئ صار تاخير كبير. وانتم تعرفوا تنظيف هذايا، حتى الحكومه منذ 10 ايام اخذت قرار وخلقت خليه ازمه في صلب الحكومه، ومعناتها باش اكثر منه المناطق السياحيه باش ننظفوا البلاد الكل. وبدات الامور ترجع شيئا فشيئا، رغم كل العراقيل وتعرفوا البلديات نتاعنا، وضع البلديات ووضع الفوضى اللي صارت. اما نجم نقولوا اللي المناطق السياحيه على الاقل يعطيناها اهميه كبرى، بدات ترجع، واحنا نحاولوا من هنا لاخر شهر جويليا كل الشواطئ وكل المدن وكل المناطق السياحيه تكون في المستوى اللي نتوا راضيين عليه. كيف التحدي الاخر هو مزيد التنسيق مع وزاره النقل من حيث تفادي التاخير اللي سجلناه، تاخير في الطيارات، تاخير في توزيع الباجاج، الاستقبال، هذا كله قاعدين نخدم عليه. تخطيط احنا بينا مع وزاره النقل، تفاجئنا لانه كنا مستعدين لنجاح الموصل، تفاجئنا بالتوافد الكبير، وذلك علاش هذوما كلهم عدد نقائص نخدموا باش نعالجوه. ومع وزاره الداخليه لتامين السائح من اي شكل من لا سلمه، وهذه مش حاجه جديده، زادت يمكن. اما ضاعفنا عدد العوائل اللي يخدموا في الامن السياحي، وحده تسهر 24 ساعة على 24 ساعة وتعطينا تقارير يومية على كل ما يحدث في بلادنا في المسالك وفي المناطق وفي الرحلات، يعني أي حاجة تصير على سائح من بنزرة التطاوين احنا على علم بها، والتنسيق ماشي في الأمور هذي. وهذه النقائص اللي ذكرتها وخاصة الزوز الأخرانيين، لأنه عندنا خلية متابعة، هي النقاط أكثر واحدة اللي ترجع في اللحظات المسجلة ديريكتومون في الوتيل، وإلا عبر الشبكات الاجتماعية، و لأنه اليوم السياح يتكلم. وهذا علاش أهمية نجاح الموسم هذا، لأن هي في نفس ذاتها في نفسها نجاح الموسم هي بالدي سي بي، لأن السواح اليوم باش يتكلموا على الوضع في تونس بكل المراوح، من وضع أمني، من استعداد، من استقبال، من نظافة، وهذايا يكون إشهار لتونس ما يتكلفش فلوس. هذا بالنسبة للمؤشرات نتاع ستة شهور الأولانيين نتاع فصل الصيف اللي كما قلت يطمنوا إن شاء الله نحققوا النقص قروب 5 و10% مقارنة ب 2010، وهذا يكون نجاح. بالتوازي مع العمل على إنعاش السياحة، وهذا كان الهدف الأول. واسترجاع النمط العادي للنشاط، وإنقاذ الموسم الصيفي اللي ركزنا عليه في الستة أشهر الأولانية. وما فلتنا حتى الدقيقة كما قلت كل المتخلين. تولت الوزارة منذ شهر جامع كيف بدراسة وتحليل الدراسة الاستراتيجية الاستشرافية طويلة المدى، لأنه احنا واثقين من استرجاع نتاع السياحة نتاعنا، واللي يلزمنا نبدأ في الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالسياحة. ومنذ شهر جانفي صارت عدة جلسات عمل خذينا فيها، تعمدنا فيها على الدراسات الاستراتيجية اللي صارت منذ 2003، وخاصة الدراسة الاستراتيجية المعمقة اللي صارت في 2010.
وتسجيل ذلك في شكل برامج عملية على المدى القصير والمتوسط إلى جانب مراجعة الأولويات ووضع نظم مرنة ومتواصلة لمتابعة وتعديل هذه الاستراتيجية واعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين، وسيتم في المستقبل أيضا وضع مقاربة جهوية لتنفيذ وإنجاح وتواصل هذه الخطة. وتعتمد هذه الخطة التي تم عرضها والمصادقة عليها في آخر مجلس وزاري بعد المجلس الوزاري في مضيق صار 15 جوان على 3 آفاق. آفاق 2012-2013 يعني حكومة هيك، 2016 و2020 3 أبواب لخريطة التاريخ بتاع 2012-2013، إجراءات ظرفية، إجراءات ذات مكاسب سريعة كويكوينز، وإجراءات هيكلية، وزاد 6 محاور هيكلية. تتمثل في المحور تنويع العرب وتحفيز الابتكار والجودة، إخفاء النجاعة المطلوبة على المنظومة الترويجية، 3 إعادة الهيكلة المالية للقطاع، 4 دعم تموقع الرؤية التونسية على شبكة الإنترنت، 5 ملائمة منظومة الربط الجوي مع قنوات التسويق السياحي، والمحور السادس هو تعصير هيكل المؤسسات المشرفة على القطاع السياحي في بلادنا، وخلق هيكل عمل تشاركي يتمثل في وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ هذه الخطة، وتكون مشاركة ثلاثية فيها الإدارة وفيها المهنة وفيها الخبراء التونسيين والأجانب كل حسب ميدانه. بالنسبة للأفاق فإننا نرمو لإعادة الوجهة التونسية كرمز من رموز السياحة المتوسطية، سياحة متنوعة ومستديمة، وهذا في ظل الثورة التونسية والمراجعة العميقة لبلادنا في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية. يعني هذا كما نقوله بدعم وتوصيات الثورة التونسية، مش بدعم وتوصيات اللي كنا نقولها قبل. ونطمح للعودة إلى 7 ملايين سائح في 2013 وتحقيق 4 مليار دينار، 3.8 مليار دينار. هذا الهدف الأول هو العودة في 2013 لما كنا عليه قبل الثورة، ثم الوصول في موفق 2016 إلى 10 ملايين سائح، يعني بزيادة 1 مليون سائح كل سنة على المدى الطويل، يعني أفق 2010-2020، الوصول إلى 14 مليون سائح يعني مضاعفة العدد، يعني 1% من عدد السواح في العالم. احنا اليوم عندنا 0.7%، والعدد اللي نحب نوصله هو 1%، يعني 14 مليون سائح عام 2010. 2020 شنو؟ من يسمى مضاعفة حجم القطاع كما قلت من عدد العاملين فيه من 400 ألف
الى 800,000 ديما بهالنظرة بتاعكم فوق 2020 وزيادة الوصول الى 15 مليار دينار مما يخلينا نضاعفوا النسبة نتاع الانفاق نتاع السائح الواحد في 8 سنين الجاية. خريطة الطريق واللي تم تبويبها في 3 محاور، محور ولا الباب الأول هو الإجراءات الظرفية اللي تم اتخاذها أثناء خاصة في 16 الأولى قصد مجابهة الوضع الراهن اللي يمر به القطاع، ونذكر منها خاصة الترفية والاستخدام الأمثل لميزانية الترويج، تطوير الشراكة مع متعهدي الرحلات وشركات الطيران في برامج سميناها تقاسم المخاطر، لأنه يمكن كان عندنا ثقة أكثر من بعض المهنيين، وذلك علاش خذينا التوجه مع تقاسم المخاطر اللي ما تكلفناش عليه. مساندة المتدخلين في القطاع من خلال إجراءات المالية التي أقرت في إطار الميزانية التكميلية والفصل العاشر اللي خصص للسياحة، وذلك كيف باش خلينا الشركات تواصل العمل نتاعها وخاصة تعالج مشكلة السيولة اللي هي ناقصة ياسر في القطاع. الباب الثاني هو إنجاز إجراءات ذات مكاسب سريعة تهدف إلى إخفاء حركية على القطاع من خلال تحقيق نتائج ملموسة تندرج في إطار الرؤية المستقبلية للسياحة. يعني باش نخرجوا شوية من التيوريك، خلينا 12 مشروع هيكلي بات مكسب سريع نجم يتم التحقيق نتاعو في ظرف سنة وشرعنا فيها، ونذكر منها فيما هو مثلا مرتبط بتنويع المنتوج، خرج المصادقة على النصوص القانونية المتعلقة بالإيواء البديل في إطار تطوير السياحة البديلة، كل ما هو تنظيم كل ما هو قطاع متاع إقامات وضيافات صيفية وميزاندور وجيت ويغو، كل هذوما ولاو نورماليزي، واليوم وصلنا لأكثر من 100 وحدة، والهدف نتاعنا هو باش يتم 70 وحدة يتم النورماليزاسيون نتاعها. بالنسبة لما تنويع المنتوج مع بشراكة مع أتو فرانس، هذا هو لازم تكون كيما الديوان احنا السياحة عندنا، اشرعنا في تأهيل 3 وجهات سياحية جديدة اللي تم اختيارها في إطار لجنة واللي باش تكون وجهة للسياحة، وجهات من الوجهات السياحية في تونس في إطار ما يسمى بالكونترا ديستيناسيون. وتم اختيار القيروان الكاف والقصر لما فيهم من مقومات سياحية ثقافية بيئية اللي باش نستغلوا التجربة الكبيرة مع تطوير السياحة في الجهات الداخلية في فرنسا باش ناخذوا هالي 3 سيت بيلوت. بالنسبة للإجراءات ذات المكاسب السريعة زادة، نذكر منها اللي هو متعلق بالترويج كإحداث خلية اتصال صلب الوزارة ويب 2.0 اللي تعمل مع المواقع التشاركية والاجتماعية على الانترنت، ووضع بوابة جديدة للسياحة التونسية إن شاء الله تخرج قبل نهاية السنة، فيها زاد المرتبط بالجودة، تأهيل والانخراط في العلامة البيئية الراية الزرقاء للشواطئ. اليوم عندنا أكثر من 10 شواطئ تحصلوا على الراية الزرقاء هذه، وإحنا هذا الهدف الأول اللي حطيناه
وما زلنا نواصل فيه يعني نورم انترناسيونال هذا من ناحية الجودة. هذوما بعض المشاريع قلت فما 12 مانيش باش نقولهم الكل، هذوما على الأقل أربعة ولا خمسة مشاريع من الأنواع الإجراءات ذات المكاسب السريعة. وبعد مصادقة مجلس الوزراء على استراتيجية 2016 ومحاورها الهيكلية الستة وخلق وحدة تصرف حسب الأهداف التي ستشرف عليها، نستعد الآن إلى تركيز هذه الوحدة بالتشارك مع المهنيين والخبراء وإحنا في التحركات اللي عملناهم، هما الحقيقة كانوا يندرجوا أكثر في الترويج أما اغتنمنا زيادة الفرصة صححنا عدة اتفاقيات اللي بيشعاولنا على وضع استراتيجية هذه، منها مع إيطاليا وتركيا وفرنسا وفي شهر أكتوبر مع ألمانيا ومع المنظمة العالمية للسياحة والمنظمة العربية للسياحة، الكل كل واحد في المجال اللي احنا نتصوره حسب الاستراتيجية اللي عندنا والدراسة اللي عندنا ينجم يعاوننا. صححنا هالاتفاقية هذوما باش نتلاقوا مستعدين دوما نكملوا نضمنوا 80% يعني من جانبي حتى سبتمبر باش نشروا نبداو نلقاو احنا حاضرين، لأنه باش تطمحوا في 2014 يمكن 2013 باش نزيدوا مليون سائح ماهيش حاجة صعيبة، لأنه هذا جاونا في 2010، أما إذا نحبوا نزيدوا مليون ابتداء من 2013 يلزمنا نخدم من توا في 2012 و2013 لاستقطاب السواح اللي نحبوا نبداو يجيونا من 2014. الإشراف ومتابعة هذه الوحدة التصرف باش تكون لجنة وزارية عليا تشمل 12 وزارة المتدخلين وتحتها لجنة متابعة وتقييم تشمل ممثلين من الوزارات هذوما والمهنيين وبعض الجمعيات من المجتمع المدني، وتجتمع كل 3 أشهر للإشراف على تنفيذ وتقييم مدى تقدم وضع الاستراتيجية، ثم تكون فرق عمل قارة في كل محاور الاستراتيجية الستة، وباش المحاور هذه نحاول نعطيو عليها بعض الإيضاحات في التصور العام. تنويع المنتوج هنا ايدونتيفي 10 منتوجات اللي هي باش تكون لكل واحدة منهم استراتيجية تطور موجودة، أما مش فيها عدة نقاط ضعف وفيها وعندنا علم محاولة التطور نتاعها، وباش نعطيكم الدوسي دو بريس ورقة منها اللي فيها هالمنتوجات اللي اخترناها، هي خاصة بالطبيعة المنتوج نتاعنا اللي مازال يلزمنا ندعموه منتوج السياحة الشاطئية، الجولف، السياحة الثقافية، سياحة الاسترخاء، سياحة الرحلات البحرية، البريزونس، السياحة الصحراوية، سياحة المؤتمرات، السياحة البيئية، الإيكوتوريزم، المسنين، والسياحة الرياضية. مقابل العشرة منتوجات هذوما في ظل دراسة صارت من 2008 ودامت عميد واللي عاودنا خرجناها باش نعتمدوا مقاربة تاع 10 وجهات سياحية في تونس. الدراسة هذه هي الخاصة السياحية الثقافية
البيئية التونسية اللي يخدم عليها مكتب دراسات في إشراف سعد الكافي هو أرشيتك في البانيز ودراسة معمقة اللي قومت كل الوجهات نتاعنا وما تمتاز به. يعني هذا من الأعداد اللي ماذا بيا هما يبداوا في المخ معناتها. 10 منتوجات و10 وجهات سياحية.